ايجابي، ولكن الاهلي مطلوب منه انه لا يخسر المباراه وياخذ 3 نقاط. اعتقد ان الاهلي بيكون تحت ضغط اكثر عن الشباب، والفريقين الفريق اللي يعني بيكون مركز كثير هو اللي بيكون بيسعد. بشكل سريع مقارنه بين ماجد ناصر وحسن حمزه، تميل لمن؟ خبره ماجد ناصر في التعامل مع مثل الاهلي. ماذا عن حيدروف؟ ماذا عن حيدروف؟ قويه يا رب يا ماجد، يا ماجد. البحث بالمختصر عن الانجازات، الانجازات لا تاتي بالتمني وانما بالتعني. الاهلي يتعنى، شوف التعني الان، شوف الراسيه الان. مستحيله يا موسى، مستحيله يا سوب. نجم السيمي فاينل للديربي بهاتريك كاد ان يبدا الان، يبدا ويتجاوز الخطوط الخضراء. الله على راسيه مره واربح الان، امسح واربح يا كون. راح يرسل لك كره لكن خدعهم فيها. الكره بتتحول الان عرضيه اهلاويه راسيه، الكره الى خارج الملعب. ضربه مرمى ضاعت من موسى سوم نجم الديربي السابق. هل يحسم ديربي الصداره الان؟ ديربي ديره. موسى سوم اللي سجل اهداف مهمه في الفتره الماضيه وصل برصيده الى 9 حتى المركز الخامس. العين فاز على بنياز ظفره تعادل مع الوصل. الان الاهلي يحاول ان يكسر نتيجه التعادل مع الشباب. غدا تستكمل مباريات الجوله، الشعب ودبه، الامارات والشارجه. ماجد في نص الملعب فيها تمريره، خليل لمسه، ايفرتو روبيرو استلام بالحل الفردي الان، يحاول هيكل في العرضيه، موسى بالراسيه، الكره بالطول، الكره الى خارج الملعب. موسى تحسر، الاهلي ما زال يبحث عن الصداره. الونان يريد ان يرتفع بصوت في النادي الاهلي. السيطره مسيطرين، التحكم متحكمين، هم يحاولون الوصول الان. عرضيات عرضيات، هيكل بالعرضيه، سو يرتقي، مستحيل هذه الكره. الله على هدف اول كاد ان ياتي، الله على ارتقاء من صنقور. شوف العرضيات، ظهير الى ظهير، شوف اللقطه الماضيه والارتقاء. غمض عينه، غمض عينه، الصداره تبغي عيون، تبغي عيون مفتحه حتى النهايه، تغمض جوله. استلمها روبيرو، موسى، يا سلام، الله على التمريره، وصلت الى احمد خليل في الجهه اليمنى، مر الله، فيها انطلاقه، فيها عرضيه. الاهلي يصل، الاهلي يهدد، الاهلي بالعرضيات بالراسيات. شوف كوزمن يقول له العبها بهالطريقه، حطها براسك. شوف اللقطه الماضيه، شوف اللعبه الماضيه، هذه اللعبه، هذا المرور، هذه المهاره، هذه العرضيه. يقول له حط راسك كذا. الكره بتتحول الى روبيرو، الكره معاه في مكان، بيرسل الكره الى سوب، سوب يرسل الكره في الجهه اليسرى في مكان. الاهلي قرب، الاهلي قرب، الاهلي قرب، الكره بتعدي، الكره بتروح. الشباب يلعب بالنار، يكتفي بالدفاع فقط في الديربي، هذا قد يكلف الكثير. خطا لا لمصلحه حارس المرمى حسن حمزه بعد الاشتراك. 28 دقيقه مرت من زمن هذا الديربي، النتيجه ما زالت. روبيرو، صنقور، روبيرو، صنقور، مر فيها صنقور، الكره الى ايفرت روبيرو، عرضيه في مكان موسى، الكره الى خارج الملعب، ضربه ركنيه ابعدها حسن حمزه. الاهلي مصر على العرضيات، مر فيها الصنقور من مانع هذه المره، يعيدها الى روبيرو، روبيرو الى موسى. شوف كم من شوف استرداد الكره كيف سيكون. هنا المحاوله الان بيرجعها الاهلي في ثواني. روبيرو يعديها، روبيرو بيمشيها، روبيرو بيعليها، الكره تصل باتجاه حارس المرمى، حارس المرمى. الاهلي ماسك المباراه تماما، لاعبو الشباب لا يحافظون على الكرة لأكثر من 2 خميس. سلمين بيلعب لك الكرة العالية باتجاه سياو، الكرة بتتهيأ إلى سياو، بيلعب لك الكرة إلى روبيرو، مر مشاها، سياو عرضها، سو استلم، الكرة تصطدم، تتحول إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، ضربة ركنية بعد أن اصطدمت في حسن حمزة. شوف السياو العرضية، شوف سو حاول، الكرة تصطدم. سيطرة أهلاوية، استحواذ، تحكم أهلاوي، فرص أهلاوية لكنها لم تستغل ولم تصل إلى المرمى. الشباب
لم يصل سوى في مرة واحدة من كرة ثابتة لمرمى ماجد، لكن الآن انطلق السهم السيئو، الكرة العرضية خليل يا رب، موال الصدارة، موال الصدارة بصوت أحمد خليل، بصوت الريد كارد، موال أحمر في مواويل النادي الأهلي، يبدون الديربي لصدارة الدوري، عرضية أهلوية، كل الكرات اللي كانت عالية ضاعت، لكن الكرة اللي أرضية ما ضاعت، والأهلي متصدر وعلى الأرض، على الأرض ثابت، ثابت الأقدام، شوف السهم السياو، شوف الكرت الأحمر، يقولهم الصدارة خط أحمر، خط أحمر، الله على أحمد خليل، 1-0، اسمع المواويل، هذا موال الصدارة، يا إلتون عطنا الموال، خلهم يسمعون، شوف الأهلاوية الآن متصدرين ومتقدمين في الديربي، 1-0 يتقدم خلص حيدروف، لا وجود للمرتدة، الأهلي يتحكم، الأهلي يستردها، الأهلي يصوبها، يا رباه موسى كان في موقف المتسلل، هيكل يعتذر، 2-0 قد تكون في الدقائق المقبلة إن استمرت الأمور بهذه النتيجة بهذا الشكل، بلا الصدارة، خليل على التنفيذ، الريد كارد الآن، روبيرو يتركها وخليل ما يتركها، يا رب يا الله، رايحة باتجاه المرمى، حسن حمزة يبعدها ويبقي على حظوظ الشباب، شوط ثاني حلو، شوط ثاني من أشواط الديربي حقيقة، كرة بتتحول الآن باربر كليري مصلحة النادي له، روبيرو يعود ليبدأ بها من جديد ليعيدها إلى المرمى من جديد، روبيرو إلى السيوم، لعب على لعب، يروح يروح يروح، بيعدي عرضها، رأسية أولى، الكرة إلى سوى الله على استلامه، أرضية خليل مستحيل، السيو يا رب، السهم يظهر في الدربي، ولكن مع تغيير الاتجاه، مع تغيير الشعار، مع تغيير القميص، مع تغيير الفريق، هو خرج من الشباب ومع الأهلي رجع شباب، رجع شباب، السياو كل الطرق يعرفها ولا يعرفون له طريق، هو اللي مر، هو اللي عرضها، وبعد ذلك هو اللي تابعها، هو اللي أنهاها، اليوم ينسى كل ذكرياته، اليوم لا يفكر إلا في مستقبله وفي طموحات الأهلي، في القلب يا سياو، في القلب تحت تصفيقات ليما، الذيب ليما، الغائب الكبير، سياو يعوض، سياو يعود في الوقت المناسب ويؤكد بأنه النادي الأهلي يشارك مكان سنغور، كرة من روبيرو، سياو فرصة مضاعفة النتيجة، روبيرو يا رب، الله على الفرص التي تضيع والكرات التي تهدر والوصول الذي لا يتوقف والهجوم الذي لا ينتهي والقوة المرعبة للنادي الأهلي، الهجوم المخيف، مخيف، مرعب، أهداف، خطورة، يبحث عن سوء، بيلعب لك كرة في مكان خميس إسماعيل، من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد، أوه يا الأهلي، أوه يا الأهلي، الكل يهدد، الكل خطير، الكل يسجل، خميس صوبها، خميس كان وده يكسب القضية في اللقطة الماضية، الكرة من روبيرو، روبيرو بيرسل الكرة في مكان وصلت إلى خليل، خليل انطلق، خليل تقدم، خليل لروبيرو، والله عليك، من الصناعة هدف، من الصناعة هدف، من الصناعة هدف، أوه لا 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 لا، هذه تضيع، هذه ما تكمل، هذه تروح، يا الأهلي متعني، يا الأهلي اضربني، الكرة بتصل من جديد، حبيب الفردان، روبيرو سيطر، روبيرو في المساحة، حمادي الطلب، حمادي يلعبها عرضية، سوراسية يا رب، راي 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 راي،
راية وتسلل الكرة الماضية عن طريق سو، لكن تصدي راح حسن حمزة. حسن حمزة حارس واعد بالتأكيد. شوف اللقطة، شوف ردة فعله، شوف هنا سو الرأسية، الله على التصدي. وهم مستمرين بهذا التقدم. وصلنا إلى دقيقة ونصف، وليد عباس الكرة معاه، أكثر من 15 نقلة بين أقدام لاعبي النادي الأهلي. حمادي بينية، تحرك السياو، عرضية السياو، والكرة في القائم، الكرة خطرة الآن، وصلت إلى السياو. شوف تحرك سو، شوف تحرك سو، سو التمرير، سو الانطلاق، سو النهاية. مانع 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 مانع، بعدها كانت كرة للشباب وأصبحت فرصة للأهلي. الله على شوط ثاني. الديربي بفوز النادي الأهلي، بصدارة النادي الأهلي في الدوري. الأهلي يستأنف في أرضية الملعب، في الكاس يستأنف خارجه. الأهلي إذن يستمر بموال الصدارة في غياب اللاعب الكبير وهدافه الأول. لما الأهلي فوز ثالث على الشباب في ديربيات هذا الموسم. مشاهدينا مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهيره، هارت لك للشباب، هارت لك لعشاقه. مشاهدينا أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء، على أمل بأن نلتقي في ديربيات أخرى وقمم أخرى ومتعة أخرى في دوري الخليج العربي. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية محدثة.